هي وقفة دعت لها هيئة المحامين بالدار البيضاء، ثم دعت لها كذلك انخرطت فيها فيدرالية المحامين الشباب وغالية الإطارات المهنية المختلفة بالمغرب. هي وقفة تأتي من أجل ثلاثة ديال النقاط أساسية. أولا، المحامون المغاربة لا يرفضون أداء الضريبة، هم في نهاية المطاف مواطنين مغاربة لهم التزامات تجاه الدولة ولهم كذلك حقوق ولهم واجبات كذلك تجاه الدولة. واحدة من الأشياء التي يجب أن تناقش في مشروع قانون المالية الحالي هو أن المحامي اليوم يشعر على أنه في هذا القانون هناك إجحاف كبير في حقه من حيث الطريقة التي تم بواسطتها احتساب الأداء ديال الضريبة بالنسبة للمحامين، هذه أولا. ثانيا، المسألة الثانية فيما يتعلق بالضرائب التي في هذا المشروع، دفع المشروع المحامي إلى استخلاص الضريبة ديال الاستهلاك بين قوسين من طرف الموكلين، وبالتالي احنا كنسالوا كيف يمكن ان يتحول المحامي من مدافع على 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 على, على, على في ملف معين الى جابي للضرائب. هذه العمليه دي عمليه لا يمكن عمليا ان تتحقق في العلاقه ما بين المحامي وما بين الموكل ديالو. مساله اخرى هي فيما يتعلق بكذلك بقانون مشروع متعلق بالمسطره المدنيه، فالعديد من المضامين هي في الحقيقة تطرح تساؤل. المشروع قانون مسطرة المدينة الحالي يفرغ المحاكم المغربية من المحامون ويجعل من حقوق الدفاع ويجعل من تواجد الدفاع داخل المحاكم هو كأنه غير موجود. قانون مسطرة المدنية اليوم كان ينتظر المحامون المغاربة كواحد من مطالبه التاريخية التي عبرت عنها جمعية سيئات محامين بالمغرب ولا مختلف الإطارات على أن يكون هناك إلزامية ديال المحامي في جميع ملفات أمام المحاكم. قانون مسطرة المدنية يفرغ هذا الشعار، بل أكثر من ذلك العديد من القضايا التي كان يتواجد فيها المحامي وكان المحامي يباشر فيها المساطر أمام القضاء. كان مشروع المسطرة المدنية جعل من المحامي غير إلزامي. هذا الأمر هذا كيطرح تساؤلات كبرى حول ما الذي يريدونه من الدفاع وما الذي يريدونه من المحامي. اليوم الحكومة يجب أن تطرح سؤال، هل تريد المحاكم بدون دفاع وبدون محامون وأن يلج المواطن لهذه المحاكم بدون أن يتوفر وبدون أن يكون مرفوقا بدفاعه؟ أعتقد أنه القانون مسطرة المدنية مشروع قانون ديال مسودة قانون ديال المهنة قانون ديال مشروع قانون ديال الضرائب كلها قوانين تطرح سؤال جوهري يتعلق برسالة الدفاع في المغرب ويطرح سؤال بحقوق الدفاع ويطرح سؤال بمدى احترام أولا وأخيرا ليس للمحامي بل المواطن من أجل أن يتم ضمان ولوج عادل ومتساوي ومستنير للمواطن للقضاء.